بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قاله العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبتنا يا رب بقولها، وانفعنا يا رب بفضلها، واجعلنا من خيار أهلها. يا مولانا يا مجيب، من يرجوك لا يخيب، توسلنا بالحبيب، اقض حاجتنا قريب، هذا وقت الحاجات يا حاضرا لا يغيب. يا عالم السر منا، لا تكشف الستر عنا، وعافنا واعف عنا، وكلنا حيث كنا، ولوالدينا ولمشايخنا وأحبابنا وذريتنا وآل بيت نبينا والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، نكمل قراءة وشرح، وإن كان هذا الكتاب لا يحتاج لشرح، هو مش شرح نفسه، نقول قراءة، نكمل قراءة بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها. شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن سعد بن سعيد أبي جمر الأزدي الأندلسي، المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة. قرأنا الأوجه التي ذكرها واستنبطها المصنف من حديث بدء الوحي، وهو أول حديث في الكتاب، حديث بدء الوحي، ووقفنا عند الوجه 26. فيقول: الوجه 26 فيه دليل على جواز التأديب من المعلم للمتعلم، لأن جبريل عليه السلام ضم النبي صلى الله عليه وآله وسلم تأديبا له. وإحنا قلنا التأديب لما يطلق على النبي يقصد به لفت الانتباه، لأن النبي في غاية الأدب، ليس هو لترك الخصال المرذولة، لأن النبي جبل على الخصال الحميدة، ولكن التأديب إذا نسب للنبي لابد أن يكون له معنى يناسب النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف التأديب لما ينسب إلينا نحن نحتاج إلى الأدب، فإذا نسب إلينا يكون له معنى غير ما ينسب إلى أهل الكمال، وهو صلى الله عليه وسلم أكمل الكمل في خلق الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا شك أن الطبيعة البشرية تختلف عن الطبيعة الملكية، فكان لابد من جذب انتباه النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأليف قلبه بضمة الحبيب لحبيبه، حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الانتباه، حتى يحصل له التأديب، أي الانتباه لما يلقى إليه. لكن يكون التأديب بحسب حال المؤدب والمؤدب له، لأن هذا التأديب، أعني تأديب جبريل عليه السلام للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، تأديب حبيب لمحبوب، فكان بالضم والغط لا بالضرب والإهانة. إحنا ما كانوا بيأدبونا في المدرسة ولا أبائنا كان بالضرب والإهانة عشان إحنا نستاهل كده، لكن لما يبقى تأديب الحبيب للمحبوب يكون بالضم ويكون بالغط والضم، والعادة أن الإنسان يضم إليه من يحبه، يضم إليه من يحبه. الوجه 27 فيه دليل لمن ذهب من الفقهاء على أنه ليس للمؤدب أن يضرب فوق الثلاث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له هذا التأديب إلا ثلاثا، وهذا توجيه للمؤدب الذي يؤدب ابنه والمدرس الذي يؤدب تلاميذته، أنه لا يزيد عن ثلاثة، وألا يكون الضرب موجع، وأن يتجنب الوجه والأعضاء الظاهرة حتى لا يشين، ولكن يكون التأديب بحد أقصى ثلاثة، ولا يكون ضرب موجع مؤلم، لأنه ليس الغرض هو الإيلام، ولكن الغرض هو التأديب. وكذلك إذا احتاج الرجل إلى تأديب زوجته بعد هجرانها في الفراش بسبب نشوزها فلم تتأدب، فله أن يضربها، ربك قال واضربوهن، فيكون هذا الضرب يكون على هذه الهيئة، ضرب بغير، ليس أمام الناس أولا،
لا يكون أمام الناس ولا أقرب الأقارب إليه، ويتجنب وجهها، وكذلك لا يكون موجع، يعني لا يترك أثر، مش ضرب بقى زي مثلا شجيع السيمة بيضرب مثلا الحرامي، ما ينفعش يعني، مش شغل افتراه، فحرام. وترى ذلك حتى في الأفلام، يروح البطل يضرب البطلة وبعدين تخر دم من شفايفه، هل يعني كده بقى بطل؟ وهذا حرام. أولا الضرب على الوجه حرام قطعا، حرام قطعا على أي صورة من الصور. فيبقى الإنسان برضه لو اضطر أن يؤدب زوجته يؤدبها بهذه الشفقة وبهذه الرحمة، لدرجة أنه يقول لك يعني بنحو سواك، يعني لما يجي يضربها يضربها بالسواك مثلا، يخبطها خبطتين على كتفها كده بالسواك. لكن فكرك أنت لما تعودها على الضرب الموجع، ممكن هي كمان تروح جيم وتقوي عضلاتها، وبعد كده ترد عليك، وبقت حلبة مصارعة قدام الأولاد. طبعا مش هتبقى حياة كده، هتبقى حياة صعبة. وبعدين عملوا إحصائية وجدوا إن الزوجات اللي بيضربوا أزواجهم الأيام دي في زيادة، فخد بالك من نفسك واتقي الله في نفسك بدل ما تتهزق. فإيه، أنت ما تمشي على سنة النبي تفضل طول عمرك محترم، تفضل طول عمرك محترم. ولو ما عرفتش تضربك هتخلعك، وما عرفتش تخلعك هتلخلخك، فربنا ينجيك وينجيها. لكن على أي حال الحكاية مهمة، المدرسين في المدارس والآباء والشيخ في المسجد مع الأطفال اللي بيحفظهم القرآن، كل ده لا يزيد الضرب عن 3 ولا يكون موجع، ويتجنب الوجه، يتجنب الوجه ضروري. الحكاية دي مهمة. الوجه 28 فيه دليل على أن كتاب الله تعالى لا يؤخذ إلا بقوة، لأن جبريل عليه السلام ضم النبي صلى الله عليه وآله وسلم إليه ليتلقى الأمر بأهبة ويأخذ بقوة، وقد قال عز وجل ليحيى عليه السلام خذ الكتاب بقوة، يعني قوة في الأخذ، يعني قوة في التحمل، يعني على إيه؟ يعني قوة في المدارسة، في الفهم، في الاستنباط، في التنفيذ، في البلاغ، يأخذ بأهمية، ولكن ما يأخذوش كده وخلاص ويعني يروح ينام. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، ربنا سماه ثقيل من الأول صلى الله، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بحق به حق القيام صلى الله عليه وآله وسلم. فهناك بالقول وهنا بالفعل والأمر، يعني هناك لما ربنا قال لسيدنا يحيى خذ الكتاب بقوة يعني بالقول، وهنا يعني لما سيدنا جبريل ضم النبي بفعله، يعني بفعلة الضم القوية، وكأنه يقول انتبه بقوة، انتبه بقوة، لأنه سيلقى عليك أمر جلل. الوجه 29 فيه دليل على أن كلام الله عز وجل حين نزوله ثقيل، يشهد لذلك قوله عز وجل إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، فشدة الغط هنا تدريج لحمل الثقل. وربك بيقول إيه؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. طب ما نزل على النبي وتحمل، يبقى النبي أقوى من الجبل، مش كده برضه؟ أقوى من الجبل، لكنه يدلك على أن هذا الأمر صعب وليس فيه من السهولة، لأنه تجلي. القرآن كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته، فإذا تجلت صفة من صفات الله على مخلوق قهرته، لأن الله قاهر، لأنها جاءت بالجلال، فكل صفة من صفات الله تحمل كل صفات الله عز وجل معها مندسة فيه. فإذا كان القرآن هو صفة من صفات الله لأنه كلامه، وكلام الله صفة ذاتية من صفات الله عز وجل، لأن إيه الفرق بين الصفة الذاتية وصفة الفعل؟ أن الصفة الذاتية إذا نفيت ينبني عليها نقص، إنما صفة الفعل إذا نفيت لا ينبني عليها نقص، كما علمونا في علم التوحيد كده. فالكلام إذا نفي وقلت أن الله لا يتكلم انبنى عليها نقص، لأن الذي لا يتكلم يكون ناقص، مش كده برضو؟ يبقى الكلام صفة ذاتية، أي صفة كده لما تيجي تنفيها وينبني عليها نقص تعرف أنها صفة ذاتية، ولو صفة نفتها لا ينبني عليها نقص، تبقى صفة فعل وليست صفة ذات. زي مثلا إيه؟ ودود، ودود لا ينبني عليها نقص،
لأن ليس من الكمال، ليس يعني لو نفيت الود اللي هي التودد الزائد ما ينبنيش عليه نقص، مش كده برضو؟ يبقى دي صفة فعل الله مع عباده، ودود يتودد إليه، يعني يتبسط له سبحانه وتعالى ويتودد إليه ويسارع لهم في الخيرات بالرغم مساويهم بالرغم معاصيهم. لو كان عاملهم بالعدل ولم يعاملهم بالود من بنى على ذلك نقص، مش كده برضو؟ لا ينبني عليه نقص، لكن الود زيادة فضل. فيبقى الود الودود دي صفة فعل وليست صفة ذات، وهكذا. يبقى طول ما انت قاعد ماشي كده في علم التوحيد، الصفة التي إذا نفيتها انبنى عليها نقص تبقى صفة ذات. فإذا كان الكلام صفة ذات لله والقرآن كلام الله، فتجلى الله بصفته هذه التي تحمل فيها سائر الصفات الأخرى. خد بالك، لأن ما فيش صفة، يعني لأن كل صفة هي عين الذات، مش كده برضه؟ تحمل عين الذات. ولكن ليه سميناها صفة الكلام؟ لأن الظاهر جعلها الله ظاهرة وأبطن باقي الصفات فيه. وتيجي الصفة الثانية لما تسميه بيها سبحانه وتعالى زي صفة الوجود، الله موجود باقي، يبقى جعلها هي الظاهرة وبطن فيها كل سائر الصفات، وهكذا. ولكن ما فيش صفة يعني مخلوعة من سائر الصفات فتكون صفة خاصة. وعشان كده القرآن كلام الله تجده قاهر، قاهر. القرآن فيه القهر فيه الكرم، فهمت ازاي؟ فيه القهر وفيه الكرم وفيه الحكمة، فيه كل شيء من صفات الله عز وجل بالرغم انه كلام. شفت ازاي بقى؟ لما يتجلى الله سبحانه وتعالى بصفة ذاتية على مخلوق، لا شك أن هذا التجلي يكون في نوع قهر. ربك سبحانه وتعالى لما أراد أن يتجلى بصفة الظهور على الجبل جعله دك وخر موسى صاعقا. فهمت بقى ليه بيقول لك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا؟ لأنه تجلي ذاتي كتجلي الجبل، فكان يجعله دك. ولكن الله سبحانه وتعالى خلق مخلوق من خلقه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صالحا لهذا التجلي المباشر، وكل سائر الخلق غير صالحين للتجلي المباشر ده. فكل الخلق يأخذون من هذا المخلوق المخصوص، وهذا المخلوق المخصوص يأخذ من المتجلي اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أخذنا نحن القرآن على من النبي لا من المتجلي ذاته سبحانه وتعالى كان ميسرا عليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. كيف يسر؟ أننا أخذناه من النبي ولم نأخذه من الله مباشرة. لو أخذناه من الله مباشرة عملية يصعب ذاته. وعلشان كده فهمت معنى أنك إذا نطقت القرآن وكأن الله تجلى بصفة ذاتية على لسانك فتكلمت بلسانه. شفت بقى معنى إيه تعين الله في الخلق؟ اللي بيقول عليه الصوفية، اللي مش قادرين يفهموه الجماعة غير الصوفية، لما يقول تعين الله في خلقه يفتكروا ان معنى الصوفية بيقولوا تعين اي تلبس فيهم وحل فيهم، لم يقل ذلك احد. فيقول لك لما تعين الله في الانبياء اللي هو التعين الاول، لما تعين الله يعني تعينت صفاته في صورة محسوسة لانه كان الله ولم يكن شيئا معه، ذات موصوفة ليست لهذه الصفات اثر في الخارج حيث لا خارج، لأنه كان الله ولم يكن شيئا معه، لا كان في خارج ولا داخل، ولا في اتصال ولا انفصال، مش مسألة كده. أراد الله أن يظهر هذه الصفات متعينة في الخارج، والصفات صفات ذاتية وصفات فعلية، صفات أفعال يعني وصفات ذات. خلق مخلوق أولي صالح لهذا التعين الذاتي الصفاتي. هذا المخلوق الأول هو اسمه التعين الأول اللي احنا بنسميه الحقيقة المحمدية. فهذا التعين لم يقتضي بمعناه أن الله تلبس في مخلوقه فحل فيه، لم يقل ذلك أحد. وإن كان الكلام موهم، وإن كان الكلام موهم، ولكن كيف تفسر الكلام وهو موهم؟ أنك أنت إذا تكلمت بالقرآن على لسانك هل حل الله فيك؟
طيب ما هو تعينت صفة وهي الكلام على لسانك، مش الكلام، مش القرآن كلام الله؟ تعينت هذه الصفة على لسانك دون اتصال ولا انفصال ولا حلول، وكذلك سائر الصفات. فلما نقول تعينت الصفات في الذات المحمدية لم نقصد معنى الحلول فيه، ولكن نقصد معنى الظهور فيه دون اتصال ولا انفصال. أدي المعنى. كحالك أنت أيها الإنسان عندما تقول تتكلم بكلام الله، هل حل الله على لسانك أو في ذاتك فتكلمت كلامه أو تكلم هو من خلالك؟ يستحيل أن يفهم ذلك. فلما تيجي تقرأ بقى الفتوحات المكية لابن عربي ويجي يقول لك إن الله تعين في سورة سبوحية إدريسية، وفي سورة مثلا سبحانية شيثية، وفي سورة كاملة محمدية، يجي الناس يقول لك شوف ابن عربي بيقول بالحلول، ابن عربي بيقول بالحل، حقه، ويفضحوه. هو لا يقصد ذلك أبدا، لا يقصد ذلك أبدا، يقصد التعين بمعنى الظهور لا بمعنى الحلول. يقصد التعين بمعنى الظهور، كما أظهر الله كلامه على لسانك والكلام صفة ذاتية. فهمت المثال؟ كما أن صورتك تظهر في المرآة دون أن تحل فيها ودون أن تتصل بها ودون أن تتأثر بها، فلو شرخت المرآة أو كسرت المرآة لا تتأثر أنت، ولا يسمى الذي ظهرت صورته في المرآة أنه حل في المرآة أو أنه متصل أو منفصل. ولو تأثرت الصورة في المرآة لا يتأثر الذات، فالذات لا تحل في المرآة. كل الحكاية دي واضحة، لكن للأسف اللي بيقرأ للأولياء وهو ليس عنده قدر من الفهم يسيء فهم الأولياء، يقوم بعد كده يقعدوا يفضحوا الأولياء ويألفوا كتب ويقعدوا يشتموا فيهم، وهو للأسف غير صالح أصلا أنه يكون تلميذ صغير عند هذا الولي، لأن الولي ده بيكلم ناس على مستوى معين، ما بيكلمكش أنت. إيه دخلك أنت وتشتمه ليه؟ أنت الوقت راجل في كي جي 1 في كي جي 2 ناجي إن شاء الله، ناجي لكن من عوام أهل الجنة، لكن في علوم بتبقى دقيقة مش كل الناس. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فالناس في إيمانهم وعلمهم مش واحد. فأنت ما تحكمش على الشيخ الكبير بمقتضى علمك أنت، لو ما فهمتش كلامه تقوم تفتكر أن كلام الشيخ غلط عشان أنا ما فهمتوش. يعني هذا المنطق غريب. يعني أنت لو جبت كتاب فيزياء لأحمد زويل بيتكلم على الفيمتو سكن وبعدين ما فهمتوش تقوم تقول أحمد زويل كذاب لأنه بيقول كلام مش مفهوم، ده راجل مخرف ده بيقول كلام مش مفهوم. طب ما أنت لو قعدت ما هيفهموش. فهمت بقى المسألة؟ فمش معنى انك انت مش فاهم المعنى معنى كده ان الشيخ بيقول كلام جهل. فهمت بقى؟ لكن على اي حال اديك انت شفته ان تجلي الله سبحانه وتعالى في قرآنه وهو صفة ذاتية لو تجلى به على جبل لجعله دكا، كما حدث مع سيدنا موسى، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. يعني إذا تجلى الله على جبل بصفة ذاتية من ذاته ما تحمل الجبل، يصير دكا لكثرة الأنوار لكثرة التجليات، ولأن الله قاهر فوق عباده والجبل مخلوق وهو قاهر فوق عباده، فإذا ظهر المخلوق عاد، فإذا ظهر الخالق عاد المخلوق إلى أصله وأصله عدم، فيبقى ولا حاجة. ولما أراد الله سبحانه وتعالى لك بالظهور أراد سبحانه وتعالى أن يبطن صفاته فيك حتى تكون عندك القابلية لإظهار آثار صفاته فيك فقط، خلق فيك القابلية فقط. فهي دي مسألة قوابل. لكن لو عادت الأمور إلى ما كانت عليه في الحقيقة فما وجدت إلا الله ولا وجدت معه شيء. كصورة التلفاز، تفتح التلفزيون تجد خناقة وتجد معركة وتجد الناس جايب لك جميع أقطار الأرض وانت قاعد في بيتك لوحدك، وكل الصور دي معناها معك، كل الصور دي معك. أول ما تقطع طيار المدد ترجع الأمور كما كانت، انت لوحدك برضه. فهو مفتوح أو مقفول، هو متحرك أو غير متحرك، أنت لوحدك على كل حال.
وعشان كده الله الآن على ما هو عليك. هذه المسألة سهلة، لكن علشان تقدر تدرك هذه المعاني محتاجة أولا حسن ظن بالعلماء، دي أول حاجة، وبعدين محتاجة حاجة تانية، إنك أنت تكون على درجة من الفهم الخصوصي المخصوص. فلو ربنا سبحانه وتعالى ادالك هذه القدرة على الفهم ده، احمد ربك يبقى اصطفاك، لأن ليس كل أمة النبي على هذا القدر من الفهم، يتفاوتون، في منهم نجين بس من عوام أهل الجنة، لكن احنا بنكلم أهل الخصوص اللي هم يفهموا اللي غيرهم ما يقدرش يفهموا. وللأسف طول ما انت قاعد بتقرأ قرآن بتقول ايه؟ كلام الله، القرآن كلام الله قديم، مش كده برضو؟ صفة ذاتية. طب امال ايه اللي بتقوله على السند ده؟ يعني الصفة القديمة حلت في الحادث؟ لا نقول حلت، ولكن نقول ظهرت. ومعنى الظهور هو التعين، فالتعين لا يقتضي الحلول. فهمت المسألة بقى؟ سهلة خالص. يبقى أنت موجود لأن الله تجلى عليك بصفة الوجود فصرت موجودا. أنت عندك حكمة لأن الله تجلى عليك بصفة الحكمة فصرت حكيما. أنت تتكلم، تجلى الله عليك بصفة الكلام فصرت متكلما. أنت تسمع، تجلى عليك بصفة السمع فصرت سميعا. أنت تبصر، تجلى عليك بصفة البصر فصرت بصيرا، وهكذا. يبقى ما هي كل الصفات التي أنت فيها تعيش فيها من قدرة وإرادة وسمع وبصر وكلام وغير ذلك، ما هو إلا تعين لصفات الله في هذا المخلوق المكرم الذي اجتمعت فيه الصفات كلها وتفرقت في سائر الأكوان. فالحجر اللي مرمي في الشارع مش مخلوق وانت مخلوق، لكن هذا الحجر ليس فيه من الصفات المتجلية فيه إلا صفة واحدة وهي الوجود بس، لكن ليست فيه صفة الحكمة ولا الحركة ولا صفة الكلام ولا صفة الإرادة، ولكن تجلى في صفة الوجود فقط، فأوجده فصار موجودا ساكنا لا يتحرك، وليس له إرادة وليس له شعور، فصار جمادا. فهم؟ لكن تجلى الله فيه لأنه مخلوق، ولا بد أن يكون هذا المخلوق يحمل صورة خالقه، يعني توقيعه. توقيعه يعني إيه؟ يعني تعينه سبحانه وتعالى. ادي معنى لما تيجي تقرا في كتب المتصوفه يقول لك التعين الاول، وتعين الله في صفاته في انبيائه وفي اوليائه. يعني الناس يفتكروا يعني الله حل في الكثره، فهذا محال، لا يقول به عقل ابدا. فهمت بقى المساله؟ ولكن هو محل الظهور كما اظهر صفه الكلام على لسان النبي وهي القران، واظهرها بعد ذلك على لسان اتباع النبي تيسيرا على السنتهم يقرؤونها ليل نهار. والله لم يحل على ألسنتهم ولم يحل في ذواتهم، بل هم منفصلون، ولا ويقال عليك أنك منفصل ولا متصل، كما لا يقال عليك منفصل ولا متصل، لأنه أقرب إليك من حبل الوريد. وفي نفس الوقت هو الظاهر ليس فوقه شيء، وفي نفس الوقت هو الباطن ليس دونه شيء، وخلق فيك ما يدلك على هذا المعنى وهي الروح. الروح مش من أمر الله، مخلوق. علاقتها بجسدك إيه؟ مكانها فين؟ هل لها مكان في الجسد؟ عشان تقول ربنا فين مكانه في الأكوان؟ طب ما أنت أكوانه، أنت كونه، وفيك الروح، مكانها فين؟ تقص ضوافرك، مع إن ضفرك قبل ما تقصه كنت تحس بيه، بعد ما تقصه يترمي ما تحسش بيه، وفي نفس الوقت تفضل أنت كامل برضه ما نقصتش. دليل ان الروح ما كانتش حالة فيه، لكن في نفس الوقت كانت لها شعور بيه بدون اتصال ولا انفصال. واحد يقفل الباب على صباعه والصباع يطير، او رجله تتبتر في حادثة قطر، ويفضل هو اسمك ايه؟ يقول لك محمد، قبل البتر محمد وبعد البتر محمد، ما تغيرش، مع ان كانت روحه لها تأثير على البدن الجسد ده قبل ان ينفصل منه، لكن بغير اتصال ولا انفصال. ولا يكون هذه الروح جزء من ذاتية هذا الجسد، ولا الجسد يكون جزء من ذاتية الروح، بدليل أن أي نقص في الجسد لا ينبني عليه نقص في روح الإنسان من جوه. يقطعوا تقطيع، وفي المعارك يحصل مع كثير من التشوهات، ويرجع هو اسمك إيه؟ الجندي فلان الفلان، ما نقص حاجة، مع أنه لما راح كان كامل الخلقة ورجع لنا ناقص الخلقة. دليل أن الروح كانت لها هيمنة على الجسد كله، ولما انفصل لم تتأثر، فليست لها اتصال ولا انفصال،
لا تحل فيه، لأنها لو حلت في سائر الجسد لنقصت بنقص الجسد، مش كده برضه؟ لكن في نفس الوقت لها سيطرة على الجسد ولا لأ؟ لها سيطرة على الجسد، تحركه. إذا كانت روحك اللي فيك ليست لها مكان في جسدك، وفي نفس الوقت لا تحل في جسدك ولا تنفصل عن جسدك، لا تقول انها متصله ولا منفصله، لا تقدر تقول انها متصله ولا تقدر تقول انها منفصله. فربنا ادالك تشبيه، فعلى كده تقدر تفهم ان الله سبحانه وتعالى ظاهر ليس فوقه شيء، باطن ليس دونه شيء، بغير اتصال ولا انفصال. حكايه سهله يفهمها الانسان المؤمن الصالح، يفهمها على طول، يحس ان ربنا جواه، وفي نفس الوقت مش معنى كده ان هو ربه يقول انا الله، لا، ده ربنا جوايا يعني اقرب الي مني، ادي المعنى، بدون اتصال ولا انفصال. لا يقصد هذا المعنى الحلول، لان الحلول يقتضي الانتقال، والانتقال يقتضي التغير، والتغير محال على الله. سهله، حاجات سهله كلها. كل ده عرفته منين؟ من ان القران كلام الله، صفه من صفات الكمال وصفه من صفات الذات، تجلى الله بها على لسان المؤمنين يتكلمون ليل نهار دون أن يحل فيهم، ودون أن ينفصل عنهم، ودون أن يتصل أو ينفصل. ولكن هي الحكاية كلها زي ما بيضربوا لنا المثال صورة المرآة، فالمرآة تظهر فيها الصورة ولكن لا تحل الذات فيها. فهمت بقى المسألة؟ فإن كان نقص في الصورة فالنقص في المرآة وليس في الذات. أنت ما تبص في مراية مقعرة أو محدبة تلاقي شكلك مشوه، شكلك هو اللي في المرآة مشوه، لكن انت تشوهت، انت مالكش دعوة. فلو المرآة الصورة فيها مشوهة يبقى التشويه منك انت ايها المخلوق، وعشان كده ما اصابك من سيئة فمن نفسك، يبقى كل سيئة ونقص ينسب اليك كمخلوق. طب وكل كمال في المرآة في الصورة ينسب الى الذي واقف امام الصورة وليس للمرآة، ليست لها فضل. وما اصابك من حسنة فمن الله، يبقى كل كمال يظهر فيك هو من الله، وكل نقص يظهر فيك ليس من الله، لأن الله لا يلحقه نقص، ولكن النقص فيك أنت لأنك مخلوق. فهمت بقى؟ اللي هو الخير منك وإليك، والشر ليس إليك. شفت كلام النبي ما بيفسره لنا كله ببساطة جميل، يقول لك لبيك وسعديك، الخير كله لا إليك والشر ليس إليك، مش كده برضه؟ الشر ليس إليك يعني لا ينسب إليك، أي شر أي نقص فالعيب في المخلوق لنقصه ولضعفه ولقهره. وكل كمال يظهر على المخلوق ما هو إلا أثر تجليات هذه الذات الكاملة التي تتجلى في الممكنات وهي المخلوقات على قدر قوابلها، فكل قابل من هذه القوابل له قدرة على ظهور صفة من الصفات. وهناك من القوابل كالأنبياء تظهر فيها الصفات كاملة، وأكمل ما ظهرت ظهرت في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فظهر في النبي التجلي الأعظم، وعشان كده هو صاحب التجلي الأعظم، هو صاحب التعين الأول. فهمت ازاي؟ هو صاحب القبضة الأصلية، هو صاحب البهجة الثانية. ادي معنى الكلام اللي بيقوله الأولياء في النبي صلى الله عليه وسلم. كل الحكاية سهلة. وعلى أي حال بيقول الوجه الثلاثون فيه دليل على أن اتصال جرم الغاط بالمغطي وضمه إليه تحدث به في الباطن قوة نورية متشعشعة تكون عونا على حمل ما يلقى إليه، لأن جبريل عليه السلام لما اتصل جرمه بذات محمد السنية حدث له بذلك ما ذكرناه، وهو حمله ما ألقي إليه ووقوفه لسمع خطاب الملك، ولم يكن قيل له ذلك، وقد وجد ذلك أهل الميراث من أهل الصوفة المتبعين المحققين. يعني لما الإنسان جسمه جرمه يمس جرم من هو أقوى منه نورانية وإيمانا، لا شك أنه هو بيحصل نوع من الاتصال الباطني الذي به يكمل القابل اللي هو المس من الثاني على حسب قابليته. لو كان هو اصلا ربنا سبحانه وتعالى جعل له قابليه ان يظهر فيه كمال الايمان، يوم ما يحصل يمس بدن الكامل يكمل. لكن لو ربنا خلقه ليست عنده هذه القابليه، مهما مس الكامل لا يكمل. وعلى شكل هناك من مس جسد النبي فصار من الاولياء الكبار كالصحابه، ومنهم من مس جسد النبي ومات على الكفر،
لأن قابليته غير صالحة لظهور الكمال فيه، أما الثاني فقابليته صالحة لظهور هذا الكمال. وعلى شك كده أحد الصحابة لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له أوجعتني وهو بيسوي الصف في المعركة، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال للرسول أوجعتني يا رسول الله، والله أقتصت منك. طبعا الصحابة ايه اللي يقتص منه ده، بقى الرسول بيساوي يقول له اقتص منك. فقال فاداله العصا الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو كان بيساوي فيه، قال له خذ فاقتص. فقال والله لقد اوجعتني على لحمي مباشرة وانت تلبس ثيابك، فلا بد تبين لي لحم. فكشف له النبي صلى الله عليه وسلم اللحم، فما كان منه الا ان قبل كشح النبي صلى الله عليه وسلم واحتضن النبي، وقال أردت من ذلك يا رسول الله أن يمس جلدي جلدك، عشان يحصل له هذا المعنى، يحصل له المعنى الحكاية. والرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه الرجل اللي هو بيقول له يا رسول الله أبايعك على الإسلام، لكن حاجة واحدة بس رخص لي فيه، حكاية إن أنا يعني الزنا، حكاية الزنا دي اديني فيها استثناء، لأن أنا راجل عيني زايغة كده، مش عايز أضبط نفسي. يعني انا عاجبني الاسلام في كل حاجه الا انه هيقيدني في موضوع بقى علاقتي بالنساء كده، وانا راجل بقى طول النهار ماشي على حل شعر صريح، ما عندوش مشكله. فالرسول صلى الله عليه وسلم مثلا ما قالوش قليل الادب يا مجرم، ازاي تقول كده ويبلغ عنه بوليس الاداب ويحلق له شعره ويعمل له مش عارف، ما عملش كده صلى الله عليه وسلم. قال له اتحبه في ابنتك؟ قال لا. في زوجتك؟ قال لا. في امك؟ قال لا. في اختك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يحبونه في هؤلاء. ثم وضع النبي يده على قلبه، على قلب هذا الرجل اللي هو الشاب ده، شفت بقى مسه، حصل المسه ودعا له. فقال بمجرد أن النبي خلع يده عن صدري ما كان أبغض شيء عندي إلا الذنب، بقى أبغض حاجة، خلاص اتحلت المشكلة. يبقى مجرد المس ده في حد ذاته ليه معنى، يبقى النبي رب بيه. زي ما لفت انتباهنا مين؟ سيدنا جبريل هو اللي لفت انتباهنا بحكايه المس دي، والصحابه فهموها، وعشان كده كانوا يحبوا يحتضنوا النبي. والرسول صلى الله عليه وسلم لما كان في السوق وكان احد الصحابه كان يجي له من الباديه وكان يحبه، وكان واقف في السوق بيبيع ويشتري، وكان هذا الصحابي كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يجي له من البادية يجيب له زيارة، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يجهزه ويردها له. فمر النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فوجده منهمك في البيع والشراء، وكأنه كان في حالة غفلة شديدة عن ربه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم خلفه وعمل راح شاله كده ومسكه وقال من يشتري العبد؟ احتضنه النبي صلى الله عليه وسلم، احتضنه من غفلته، فهمت ازاي؟ وبعدين احتضنه في صورة المحب، وبعدين مش كده وبس، ومزح معه وقال من يشتري العبد؟ فأول ما سمع الصحابي الصوت عرف ان ده صوت النبي، فصار لا يألو ان يمس ظهره بجسر النبي، فبقى يضجع اكتر، يزق ظهره اكتر على صدر النبي لما عرف ان ده النبي بقى اللي حضنه صلى الله عليه وسلم. وقال والله اذا تجدني كاسدا يا رسول الله. لما يقول من يشتري العبد قال لا انت تلاقيني كاسد، وانا هيبقى ليا ثمن في السوق، يعني شكله، عشان كان شكله قبيح. قال ولكنك عند الله غالي. فرده النبي صلى الله عليه وسلم من حال غفلته في التجاره الى حال كمال الذكر بالاحتضان. يبقى الحكايه دي كان النبي يعملها كتير، فهمت بقى المساله؟ فكذلك الشيخ المربي احيانا يلاقي احد تلامذته كده منغمس في حاجه كده لشوشته، يقوم ياخده في حضنه، واخد بقى؟ يعني ليه ياخده في حضنه؟ بياخده في حضنه كانه مشتاق اليه ان يعود لما كان عليه من الكمال. فتبص تلاقي يحصل له انتقال، واحيانا بعض المشايخ بمجرد البص ينظر لك كده، يبص لك كده تلاقي همتك بقت مختلفه عن قبل ما كان يبص لك. فبتحصل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربي بالنظرة، ويربي بالريق، ويربي باللمس، ويربي بالدعاء، ويربي بالحجة، ويربي بالدعوة، ويربي بالضرب، ويربي بالسيف، ويربي بالأسر، ويربي بكل الوسائل. فالنبي ربى بكل هذه الوسائل صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده بيقول لك وقد وجد ذلك أهل الميراث من أهل الصوفة المتبعين المحققين
حتى لقد حكي عن بعض فضلائهم أنه أتاه ناس ينتقدون عليه فأبى عن إجابته، وكان بحضرته رجل من العوام راعي غنم، فدعاه الشيخ فضمه إليه ثم قال له: أجب هؤلاء عما سألوا عنه. فأجاب الرجل وأبلغ في الجواب، ثم أوردوا عليه مسائل، فبقي يفصل ويمنع ويجيز حتى قطع من حضره من الفقهاء في البحث. ثم دعاه الشيخ فضمه إليه، فإذا هو قد رجع إلى حاله أولا لا يعرف شيئا. فقال له الرجل: يا أيها السيد، إن الفقراء إذا وهبوا شيئا لا يرجعون فيه. فقال له: نعم هو كذلك، ولكن ليس لك نسبة في ذلك الشأن. ثم بشره بخير وكان كذلك. فهذا قد وجد في ملامسة بشر لبشر وهو وارث، فكيف بملامسة جسد المورث بجسد الروح الأمين؟ يعني بيحكي لك قصة هنا، أن في أحد العلماء الأولياء الصالحين الفضلاء، كان الناس اعترضوا عليه، العلماء يعني علماء الظاهر، تملي يعترضوا على أهل الحقائق. فلما اعترضوا عليه الناس، راحوا الفقهاء كلهم مجتمعين كده وراحوا يزوروه علشان يحرجوه في الأسئلة، يسألوه، قال يعني يحرجوه، يبينوا له أنه جاهل يعني. فلما جاوا يسألوه، كان هو قاعد في حتة وجنبيه راعي غنم ما يفهمش حاجة اللي في راعي الغنم، فقال لهم: أنا مش هجاوبكم، أنا هخلي الراعي ده يجاوبكم. فنادى الراعي وخده بالحضن، وبعدما بعد ذلك أطلقه وقال: أجل. فابتدى الراعي بقى إيه من العلماء يسألوه السؤال يجاوبهم، لحد ما حير الفقهاء واقتنعوا تمام. فبعد كده راح واخد الراعي تاني وحضنه، ورجع راعي غنم تاني مش فاهم حاجة زي ما كان الأول. فقام الراعي قال له: يعني الفقراء يعني الناس الصالحين إذا وهبوا لا يأخذوا ما وهبوا، أنت سلبتني ليه بعد ما كملتني؟ قال: يعني ليس لك نسبة يعني للعلم لأنك لم تدرسه، ولكن بشره بإيه؟ بحسن العاقبة وحسن الخاتمة. يبقى إذا كان ده بملامسة بشر ببشر، فما بالك بقى بملامسة جبريل بسيد الخلق؟ لعلمك بقى أن سيدنا جبريل بيستفيد بالملامسة بقدر ما يستفيد النبي وأزيد من ملامسة جبريل، لأن النبي في الحقيقة أكمل من سيدنا جبريل، ولكن الذي احتاج عن النبي صلى الله عليه وسلم الوحي ليه؟ لأن النبي لما انتقل إلى صورته البشرية كان يحتاج إلى أن يوحى إليه بالواسطة، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في سورة محمد جاء يكسر البشر، يبقى كان محتاجا لسيدنا جبريل، لا لأن سيدنا جبريل أكمل منه، ولكن لوجود التوسط بين الروحانية الملكية وبين البشرية الجسدية. وجود هذا التوسط لا يقتضي الأفضلية، ولكن يقتضي فقط أن الإنسان وهو في صورة بشر غير صالح في صورته البشرية للاتصال بالملائكة الأعلى مباشرة، وإن كان بعد الترقي في الإسراء والمعراج قد تم الاتصال المباشر. قد تم الاتصال المباشر الذي فاق أصلا سيدنا جبريل، دلك على أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أكمل الكمال في كل حال، ولكن أراد الله أن يغطي هذا الكمال لأن لكل حسناء النقاب، فكان لابد أن ينقب هذا الحسن المحمدي بالوحي عن طريق سيدنا جبريل، وإلا لانبهر الناس وبهت الناس. فلابد أن تكون هناك وسائط حتى يقتنع الناس بالوسائط، لأن الناس خلقوا من خلال الوسائط. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وجزاكم الله خير. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وجزاكم الله خيرا.